جراكس. اي ايه دقيتي يس. يلا بسم الله ونبلش الجراند فاينل. اوكي سلام عليك. خوش اب اير من دمنا. دمنا المره داش ذباح، يقول له تعال لا توخر بعيد، خلني يمك خلنا نسولف خلنا نتعرف على بعض. نعم تعال شو اسمك؟ هذا داش اتاكي. شوف هذا الفرونت يرد عليها سولف. هذا الاب اير، هذا الفير. احبك يوم اللي تسجل لي دبل دابع. زاش قاعد يلعب راش داون. اي نعم زاش قاعد يلعب راش داون. مو من عوايده، مو من عوايده. لا قاعد يقول له لو سمحت احترمني انا. نعم. ساني كرانز ات ذا سبيد اوف لايت. شوف ما نزل بدونه. اي نعم خلاص يدري. سلام عليك. خوش رده من دمنا على الستيج. خوش فرونتل. ما حصل الهيت، قاعد يشحن النيدز حق بعدين. سلام عليك. نايس اوت اوف شيلد. شباب فهمتوا على هاللاعبين هذول شلون ما شاء الله عليهم لما يكونون في الشيلد يطلعون جمب يكنسلون في الشيلد بدال ما انه يقعد بمكانه وياكل الطقه او ياكل هجمه ويستغل الموفينج بلاتفورم على اساس يعطيه باك ثرو يذبحه. نعم حامد ما حطها بباله فعلا، موليه ما حطها بباله. ليش علي قطعه ان سيف ما يقدر يسوي عليها شيء. لك العو. سلام عليك. المايند جيمز حاليا مو صح. نعم ارد واقول شباب في تركات يعني وايد من الناس ما يعونها في سماش بالذات، يعني يعدونها انها لعبة بارتي او انها بس لعبة ايتمات وما يقدرون شنو حلاوة ال 1 في 1. هذه ايش راح تشوفونها بيلعبها الاثنين. الله عليك. سلام عليك. مثل هني هذه من الاشياء ان انت تلعب السبيسنج مالك صح، تعرف شنو فريماتك او الطقات اللي تستخدمها باي وقت وشنو البانش العقاب على اي طقه ممكن يقطها اللي قدامك، انك تستغل المرحله من صالحك وانك تعرف تسوي كومبوات حلوه نفسها. سلام عليك. حاشف اب سماش بالتب يابا. هل راح نشوف كمباك؟ ما فراح شيء. وبوش الكرام. نايس ديدز. سلام عليك. خوش اب ثرو. نايس فير. زاش الحين متقدم وقاعد يلعب راش داون. زاش مصر يلعب راش داون. قاعد يقول لهم شباب انا قعدوا طول اليوم. هذا الجيم الريال قاعد يقول انا اذا انت تعتقد ان انا واحد لعبي رانوي عبالك. نعم. عبالك. نعم. عبالك. نعم مستلمين طول اليوم. فظاهر يبي يثبت لهم هالشغله. وهذا اول جيم لعبه راش داون وخذاه. فعلا فعلا، ولكن انا اثق بالشيك. ادري انه ما راح يهتم حق خساره واحده. نعم. وارد واقول ايضا اتمنى ان زاش ما يقترب فوزه واحده ويظل على لعب الاون بوينت هذا، لانه ما شاء الله عليه الصراحه ورانا اليوم انه في مستوى ثاني من لعب سونيك. راحوا اوميجا اوميجا اونت. شيء عجيب. لو تذكر انت شات اوت حق عبد اللطيف. الحين ما ادري والله اذا سبونسر او لا، بس اللي اعرف انه نكنيم ال بي سي لطيف اول. من السعوديه. لا مو للاسف مو سبونسر. والله ما ادري، بس عقب ما انتهى السبونسر شفنا مع رايزر. انا خبري اوكي بعد رايزر اذكر انه كانوا يسمونه اف جي سي لطيف. عموما لطيف لما شرفنا بزياره الكويت كان حاب انه يلعب على الستيج هذا. اعتقد انه في ترك ما ادري. الحين اشوف انا دمنا راح له. وات جيف؟ تلقى لحظه خلينا نشوف يزلقون وايد ولا لا؟ والله اعتقد ان السالفه لها علاقه بالدقه وان البوكس دور، عرفت؟ يمكن سونيك يخدر شوي. سوري كانت مليئه. هو شوف هو ممكن الارضيه هذه، هو بصراحه انا ما ادري، بس ممكن الارضيه هذه تخليهم ما يتزحلقون وايد. والله ما ادري، يمكن شغله لها علاقه بالباست زون، ما ادري يمكن حجم المرحله، لان فعلا ترى المرحله اصغر بوايد من بعض المراحل. أي. أي. حاليا ليد جبار حق دمنا، قاعد يلعب لعب الصراحه جدا جدا رائع، بس ما زال زاش يعني بالرنج اللي يقدر يستخدم الريج ماله انه يعطي دمج عالي ويجيب كمباك. دمنا حاليا خفف شويه من الراش داون وقاعد يحاول انه يلعب زوني او يعني كيب اواي اكثر. تبي تضحك؟ تفضل. زاش قاعد يلعب اوفنس، دمنا قاعد يلعب ديفنس. طبعا ما يلعب لان سونيك عنده موبيلتي جبار اللي يخلي شيك يقار منه. للاسف ما حاشة في الاكسبلوجن الاول، الاكسبلوجن الثاني ما في نوك باك مثل الاول فما كانت فرحه. حلو حاليا في تشانس شيء. ابي ما سوى الابي لانه كان خايف انه يصير في فريم وهو قريب من البلاست زون ويخسر. سلام عليك.
خوش باكرو. والنرف مال الباكرو ايضا يبين معانا هني في انه ما ذبح. ثانك ساكوراي ثانك ساكوراي نايس من دمنا خوش ابي من اللج ما توقعها زاش. توقع زاش قاعد بنت كاسل سي يقول هنا كريكسن من الشات إن احتمال إن دمنا راح الستيج هذا لأنه يقدر يستخدم الوول باونس من الباونسينج فيش عشان يقدر يعطي ايج جارد أفضل. اي حمود توا قاعد يقول لي مو بس سالفة الايج جارد يقدر يرد يقدر يرد يصعد باونسينج فيش على الطاقة وبعدين نبيع عرفت صح صح صح. يعطيك العافية جريكس على هالمعلومة فعلاً. يعطي العافية على حمود على الكونفرميشن. حالياً دمنا مسيطر بالجيم ومكسبات حدها أم بوينت. سيطر شوف شلون قاعد يسوي شورت هوب اللي هو تلاحظون جنب صغير بدل الجنب الكبير بعدين حد يطق الفريم هذا. يا سلام أبا ما مات ما مات يرجع الستيج عاد دمنا معروف إن إتش جارداته ولا أروع لكن هالمرة تشرج الفرونت سماش بري أمتفلي. اوه داون اير دير بالك لا مو جيم مو جيم ما زال عايش وزاش قاعد يحاول اوه مسك اللج مره ثانيه فراحت الانفنسبيلتي نايس اويرنس من دمنا فعلا نايس اويرنس من دمنا خذ فيها الجيم والله جيم كان صراحه كان سيطر فاينل هارت حتى قام يقول بس محمد ما ظل في احد ما يقول بس لا محمد لا بس محمد ما اقول الا يا حلال جنتوركي 88 للاسف جنتوركي 88 مشى. مشى بعد ما خلصت مارفل لان عنده دوام باشر الله يعينه. احنا طبعا الناس فاضيين اي ناس فاضيين معود عندي دوام باشر لا بس يعني بس يلا ما له قادم قادم كمان يعني قادم. يعني تستاهل سماش لان نعطيك شويه وقت صح نعم بس هل تستاهل دسمس ما ادري اوه دن يا سلام عليك تحويله حلوه حق بالاتينا ستمبل اوميجا الشباب والله شكلهم كارهين البلاتفورمات هم قاعد يلعبون ككويتيين وقاعد يروحون اف دي اونلي ثانك يو ساكوراي ايوه اروح اف دي اللي مو اف دي ايوه اف دي اللي مو اف دي بس عشان ورا لا تشب ليت والزاويه ما ادري شلون صارت لو تلاحظ انت الحين زاش قام يسوي الداون اير بعد الابي مالته لان لاحظ انه حامد ما قاعد يسوي شيك ما تقدر تعطيها بنشاط مثل باوزر الفرق شنو هم عاده السونيكات لما يسوون الابي بعدين وراها الداون اير اذا كانت تشذي من ارتفاع عالي تكون خطرتها شبه نون اكزيستنت اي نون اكزيستنت لان تخلص الحركه عرفت بالضبط ما فيها هيد بوكس عرفت بالضبط فباوزر ممكن يعطيها بنش هيدي باب سماش لعب سماش ما عندها شيء شيك تقدر تعطيه ابي تقدر لكن صعب حيل والاب سماش لازم تفر ما صارت ما فعلا يا سلام عليك ونايس دوج من زاش ما كان المفروض يعطيه لا 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 حاليا دمنا توتر وقام يعيد الحركه نفسها وزاش مستوعب هالشيء هذا مره الحين وخر عن الدام الابي ماله طاح سنك اي اي صار انت تو اوه يا اخي السبرينج هذا وايد زين حسن وايد يا سلام عليك نايس اب اير هذا الستوك نايس اب اير وش وش نطات شيء عجيب سونيك مو قادر يلحق شيك اوه غريب طبعا انت قاعد تتكلم مو عن اي شيك انت قاعد تتكلم عن ال شيك ال شيك اوبا يا سلام الريال صاير فله يذكرني ب الفاينل سماش مالت سونيك في برول في السي بي يو هناك اوه المومنتم علق بالهواء يا سلام عليك وثانيه ها طوين لا شوف صاير رولنت يسوي رول لورا ما شاء الله عند الزاويه تو بس انا ماني عارف بالضبط يعني شلون يعني تسويها لكن حاليا دمنا قاعد مسيطر يا حضرته وقاعد يلعب يعني باعصاب من ثلج نقدر نقول لا تقط فرونت سماشز وايد راح يصير ستايل وما راح يطلع لك شيء بالضبط اوه نايس لوك على الاب سماش يا سلام عليك تورين ما اعطاها بانش طبعا لانه ما فيها خضراء اوه اوكي نيفر مايند الريج طبعا طبعا لا لا ما كان الريج هي كانت لان البرسنت مالها وايد عالي هذه من نقاط ضعف شيك طبعا يعني وتعتبر يعني من الكاركترات اللي ذبحتها اسهل من الكاركترات
اوكي حاليا رشدان حلو من زاش قاعد يبني برسنتج، ولكن كل شيء يقول له ستوب 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 اطلع برا الستيت شويه. يلا شو مش بسوي؟ اوه يا سلام عليك حلو كم زاش شفت ورا يا فيه بوكس نكمل. اوه لا بالضبط يا سلام عليك نايس ريد الرول نايس تشيس يا سلام خش والله قاعد يرد الجيم حاليا قاعد يرد الجيم قاعد يرد الجيم تعسير. اوه تنس حيل تنس يا سلام على الفير باوسينج فيش بس ما يندي الحل. اوه المرحله الكبيره تنقذ نعم. زاش عشان تشيبوها ها اب سماشتين للاسف بوشو نايس نايس بيس لكن ما لا تسوي رو اف سماش اوكي قاعد يسوي رو اف سماش قاعد تصير يا جماعه حاليا متزرع. اوه نايس تك نايس تك حلوه حلوه عجيب. شوف دمنا بالنيدلز يعطي النيدلز كنسلها يبي يعطي فانش مو مخلي زاش وبعدين قام دمنا قال لك والله بس خلاص انا مليت وانا قاعد اركض وراك بطلع لك برا صاد التك اول مره الثاني مره لا اثنين واحد بس محمد بس دمنا لا ما في شيء اسمه بس دمنا في شيء بس محمد لو سمحتوا يعني هذا ساكرليج طاير طاير اي واحد فيهم اي اخو فيهم بالضبط خلود ولا عبود ولا فهد ما ادري بس المهم انا واحد منهم من ابن الكيدي نعم حاليا معنا سايكا اهلا اتمنى قاعد تشوف الفاينلز وانت بالبيت مرتاح اوبس انت مو بتقرا الفاينلز اللهم بكر جيم 3 جيم 3 او سولتي ران باك اي بس حاليا ترى ما زال الادفانتج من طرف زاش لان حاليا عنده تو سيت اي عنده يعني يقدر يكسر السيت ويسوي ادابت لكن حاليا سكور 2-1 2-1 زين جدا إذا خذها الجيم راح يقدر يسوي ريست حق البراكت. حاليا السيطرة من طرف دمنا. سلام عليك. خوش تشيس. سونا قاعد يحاول يتحرك بس دمنا قام يستخدم الفريمات بالضبط تغلب فريمات سونا لو تلاحظ قاعد يعطيه فنش تقريبا على كل شيء يسوي حتى في سكرامبل قاعد يفوز بالتريدات قاعد يطلع النير قاعد يطلع البير متى ما قدر اول ما ينزل هذا راح يصير دمنا مسيطر فعلا حاليا بس زاش ما عارف شو يسوي زاش ما عارف شو يسوي بالضبط يا سلام عليك ما شاء الله عليه ان الشورت هوب فيرز مالوتا يستخدمهم لاخر نقطه يعطيك الشورت هوب اذا انت يعني اذا انت ما كنت مستعد لها استقبل وراها جراب او فير ثانيه او حتى مجرد بس انه في فيفت ولك سونيك بلش بلش بس ما زال في فرش ستوكه يعني بالنسبه حق دمنا هذا كله ترى فري دامج فري ريج بالضبط هم فري ريج كان بيولي اوه اخذ لا ما اخذ الصفحه بس انت ميلي ايش بس ولا ما عندي اللي فوق كان يمكن يبي يصير جامبن او شيء كذي ممكن تاخر بالاب سماش لو مسويها اب شوي عشان يمكن لحق نايس كان يروح من الاب اير بس كان مستعد لها بامبي سلام عليك نير الى جراب الى شاور سبوت نير اوه امرد امرد مو معطي فتشه لا مولية ممكن منه قاعد يقول له بابا البراكت راح ينعاد والله ما نعيد البراكت خلينا نشوف ايش تفكر تسوي يا سلام عليك زاش ما عرفش اوه كانت خطرة هذه لو انه مقرب زاش رسمي ما عرفش قاعد يسوي قاعد يحاول بس رو اف سماش يا سلام عليك غشه بالجرنيد نيو موفز اهل جرانيت ما تشيك تسحب صح تسحب يا فيها وند بوكس اوه سبوت دوج الى فرونت سماش وتونك قاعد يقول له ذيس از ما ينفعش ما ينفعش يا ابني انت شفت التي باج مال مهدي تو ايش سوى فيه اوه التي باج مال مهدي تونت هني عفوا انت تنت على ال شيك من بنت الشخصيات دير بالك ال شيك يعني نينجا
يعني مستعد انه يسوي سودوكو على اساس انه او سيبوكو عفوا سوري على اساس انه ذا فاينل هارت 5 مينتس فور تايم لينكس 5 مينتس هي الرول سيت اللي احنا نمشي عليها. اوبا يا سلام عليك خوش نير الى باونسينج فيش صاد الجيت اب ضد نير صار ريست براكت 3-1 ريست براكت حاليا دمنا اون فاير دمنا اون فاير دمنا اون فاير زاش يقول له انطر انطر جايك زاش ركز زاش ركز وعلى قول الطلال بس محمد يس عندنا خش جمهور الحين اوه شو والله زامباشي ظل قاعد منو زامباشي الله يعطيه العافيه ما قصر معنا الكتيم اللي فاتوا وايد وايد الصراحة ساعدنا في البوث وفي حضور حق الدورة نفسها أمس كان من المشاركين في الأيت مان إكزيبيشن كان فن الحين جيم واحد من براكت ريسيت قصدك جيم نمبر 1 من أحلى موسيقى باللعبة This my jam زين شنو تتوقع زاش ممكن يسوي الحين والله انا قاعد اشوف ان حامد قاعد يسوي له بيور اوت بلاي بسبب الفاندمنتلز اللي عنده مو بس كذي اهم من شغله ثانيه حامد عرف بالضبط شنو الاشياء اللي يستخدمها ضد فريمات سونيك قاعد يعطي بانش على تقريبا كل شيء يسوي فالشانس الوحيد اللي اشوفه انا من صالح زاش انه يستخدم الموبيليتي ماله اكثر ويحاول انه يبيت ويعطي بانش ما في يعني شيء غير كذي يرد لأن حالياً إذا بتحدى راح يخسر. نايس. مو ماشي معاه يعني لو تلاحظ حتى مزلجة من يحاول يعطي فرونت سماشز بس قاعد تصير طقة ستيل وما قاعد يحصل شيء سجي. مثل هذا. راح سماشز ما تقدر يعني صيد بواحدة ثنتين. وتخلي الحركة ستيل بحيث إنها ما تذبح لك إذا احتجت. يا سلام عليك. محاولة حلوة من الشيك بإنه يستخدم الوول باونس من صاحب الباونسينج فيش عشان يحصل الدفع ولكن ايضا ريكفري سونيك وايد مرعب شوف بصراحه لو زاش يعرف شلون يسوي الليدج تام كان قدر يتصرف عند الليدج يا سلام ريد الام تي جامب وعطى جراب باك ثرو يا سلام حلو يا الله فرونت سماش صحيح اوت اوف نو وير يقع على ريمها اللي كانت متعوشة قال له وخر اوه تفر يب تبش اب سماش قال له وين وين رايح سونيك حاليا زاش رد الليد صدق اعتقد ان الستيج هذا وايد نافع زاش هاي الموسيقى اي الموسيقى وايد نافع الموسيقى تعطيه وقام يوصف انه قام يستخدم النيترو بي اكثر لانها هومي ايوه وقاعد يستخدم فريمات مالتيبل هيتس على اساس انه يوهق الاوت اوف شيلد من دمنا هذا اوكي زين خوش اب اير وحصل الدم سكرامبل كانوا قاعد يرقصون سوا اي نعم السكرامبل هذا شيء من الاشياء اللي تميز سماش فرق بالالعاب ان السبوت دوجز والروز باللعبه وايد قويه فساعات تشوفهم يسوون رول بقراب رول بقراب رول بقراب سبوت دوج بقراب سبوت دوج بقراب لكن في النهايه ترى هم قاعد يحاولون انه يعني يصيدون بعض يعني مو سالفه انه بس شكل على الشيء نفسه سلام عليك نايس يعني حاول يصيد قاعد ينوع يا سلام على البيفت سايد سماش ولكن دمنا كان مستعد لها حاليا دمنا قاعد يقول لها يا سلام اوه قدمنا قراب بس ما لحق اي اوه كانت حلوه كان الليتش ترامب ليش ما نط ليش ما طلع له اهم ما له صراحه لانه يحاسب شيء مو كاركتر في التحدى بالهواء صدقني باي ذا واي شباب حق اللي مو عارفين الماتش اب مال شيك ترى بدايه الابدي مالتها اول بدايتها ترى هذا كله هي تنطق فيه فهني تطقها لا تخاف منها بس لان فجرت عاد يعني مع نفسك انك تكون مسوي تاك لان اغلب الوقت راح تطيرك على الستيج وتعورك شوف ما قاعد يسوي ليتس تايم ما راح تحوش الفرونت سماش يا سلام الله عليك يا سلام كم باك حلو وياخذ ضمن اول جيم 1-0 من البراكت ريسر والجمهور الطيب جدا مستمتع بالجيم نظراتهم جدا عجيبه بالاخص الحلوين اللي ورا
نعم. ودي الكاميرا تروح على يعقوب الحسن عبد الله الحسن. ودي الكاميرا تروح عليه بس شوي شوي. لا خلاص بس بلش الجيم. لا. جيم 2. ورد على مرحلة فالتينا. اوكي. حاليا احس ان تعرف ان زاش شوية عارف شنو لازم يسوي بس ما عنده الخبرة عشان يكمل على البرشر ماله. والله شوف بيني بينك شغلة ثانية، هو متعود على بعض اللاعبين اللي إذا وحدهم بتاكتك جديد ما يقدرون يتأقلمون، لكن الشغلة اللي تميز البرو بلاير عن الكاجوال بلاير ان راح تشوف البرو بلايرز دائما مستعدين بفركات جديدة وراح تلقاهم يسوون أدابت سريع حق كل فركات. في حالة دمنا ما شاء الله عليه من بعد ما خسر بالوينر سايد قال والله أنا عرفت الأشياء اللي غلط فيها، راح أجهز كاونتر ميجرز حق حركات سونيك في الجيم اللي وراه. وشفنا براكت ريست حلو منه الحين، بعد البراكت ريست خذ أول جيم كمباك حلو، ثاني جيم ما شاء الله عليه قاعد يبني الليد. فأتمنى أن زاش حاليا يحاول أنه ينوع كثر ما يقدر، ما يستمر على شيء نفسه على أساس أنه دمنا ما يتعود. إذا ما انتبهت الأب إير مالت شيك توه استعملها عشان يسحب سونيك وكمل عليه كومبو، بس إيدج جارد فيل توه. نيدز مالت شيك ما يغلبون سبين داش مالت سونيك؟ للأسف الشديد سبين داش مالت سونيك تصير فلانك مع كل شيء. يعني حتى اليوم صارت كلانك مع مختلف الطلقات مختلف الفريمات، تخيل صارت كلانك مع فرونت فرونت مات باوزر. أنا وات؟ ايه فيعني التول وايد وايد قوي. بس طبعا نضد نقول لا تفكرون بالنرف، لا تفكرون بالباب، فكروا ان تعلمون شلون تكونترون مثل ما حاليا دمنا قاعد يورينا انه يكونتر. وبالمقابل حق الشباب يقولون ان شي كوفر باور، شوفوا ما شاء الله زاش شلون ما زال مميأس وقاعد يقاتل. يا سلام. بس منرفين فما راح تذبح من هاي. اوه نايس. يا يا الله. ما عليه ما عليه. فوش نير على 170 وياخذ مستقبل. وهذا ترى من اضعف شيء انه ما تقدر تذبح بسرعة. أوه نايس. حق الشباب اللي بالشات قاعد يتناقشون منو أحسن سونيك مال زاش ولا سونيك مال مدري منو في الشات، مع احترامي حق كل الآراء تعالوا الدوري بعدين تكلموا. يعني سوري يعني معلش يعني بس أنا ما أرضى على ولدنا، عرفت شلون؟ أوكي أنا ممكن أشجع الشيك لكن مو معناته إن أنا ضد زاش بأنيمين، ولا معناته إن أحد ممكن يقدر يغلب زاش إن ريل لايف. سوري يعني. أوه شاتس ألا شاتس. Just kidding guys. حياكم الله وأتمنى تكونوا مستمتعين. حالياً دمنا قاعد لمسة على ليد حلو وقاعد يلعب كيب أوي بالنيدز بطريقة حلوة. سلام عليك. أشوف من أكبر المشاكل حالياً مواجهة زاش في الماتب إنه مو عارف شلون يطلع شيء. أقولك هو لو بس يعرف يسوي اللج ترام عشان يقدر يسوي له اللج ترام يطلع من ال يهد اللج دبل جمب باكر، عرفت؟ يعني هذا أوبشن وايد زين عند سونيك على وايد شخصيات، لكنه ما قاعد يسوي لأن أو كان راح يعيشها ترى. لو حاشه بالسبرينج توا كانت راح تعيش. إيه نعم. ليش أتيف وصلتي سويت؟ تاريخ 21/5 يا شباب، إيش فيكم؟ إيش فيكم شباب؟ نسيتوا شباب؟ نزل خامد على الجيم. كان يبي ريد على الارض. اوه زاش تحرك، لا توقف في مكانك. انت سونيك ويند بوكس واخرته. الويند بوكس انزل. يا الله ريد محترم من ضمنا وجيم 2 يروح 2-0. فيري سولتي سويت. خليج سولتي سويت.
ضيت او قام من النوم ضيت قام من النوم ما شاء الله على والله قاعد ثلاث ايام على نفس الكرسي الله يعطيه العافيه ما قصر شق نفسه شق قاعد اكسترا في جيمنج ككل وين طفنا ساعة 12 دي جي مو موجود دشينا يوم الأحد فعلا ردينا على الموسيقات المو حلوة خلاص كي 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 مو موجود كي 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 رول دونكي كونغ ما أدري ما بس المهم إنه هو الدي جي الأفيد دي جي السبت دي جي السبت عرفت مستر ساتردي ولا مستر ساتردي مرة ون بيس لا اس دي من زاش زاش يا حرام وقط الجيم قط الجيم تمنيت اني ما اشوف هذه منه الصراحه يعني كان المفروض انه للاسف يعني على الاقل حتى لو لاست توك لا تيأس لا تيأس ما عليه الجايات اكثر ان شاء الله يعطيك العافيه على هالاداء هذا يعطيكم مركز ثاني محترم يعطيكم العافيه شباب على متابعتكم معانا